10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة وعشاق المنتخب المغربي. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات لتصلك البث المباشر عن انطلاق المباراة حتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. سوف ننقل لكم البث المباشر بجودة عالية وبدون تقطيع لمباراة الدور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستجمع بين منتخب المغرب ومنتخب جنوب إفريقيا في المباراة المهمة التي يسعى فيها المنتخبين من تحقيق الفوز واقتناص بطاقة التأهل للدور القادم. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات ليصلك البث المباشر بجودة عالية وبدون تقطيع حتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. استعدوا لأن ستنطلق المباراة بعد قليل، ولكن لا تقلقوا سوف نبث هذه المباراة على قناتنا وبجودة عالية وبدون تقطيع. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات ليصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة. تابعوا القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.